السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. برنامج ماذا نأكل، ومع بقلة الخبيزة أو نبات الخبيزة أو الخبازة بالفرنسية لاموف، بالأنجليزي دو كامان ميلو، بالإسبانية لامالبا كومون. فهذا النبات، نبات الخبيزة، هو نبات شتوي، نبات بري، نبات طبيعي، يعني نبات بري لا يزرع، لا يستعمل له سماد ولا مبيدات ولا أي خطر، وهو يظهر في آخر فصل الخريف ويمتد إلى آخر فصل الشتاء وربما يعني بداية فصل الربيع. نبات الخبيزة هو نبات شتوي يستهلك في فصل الشتاء لأنه من المواد الغذائية التي تسخن الجسم، وهو يساعد على مقاومة البرد. ونبات الخبيزة هذه من الحشائش الغذائية، هذه بقول غذائية نسميها الخضر الورقية، يعني نستهلك أوراق، وهي الحماض والقراص والسلق والقرنينة والخردل البري والخبيزة، وهذه كلها يعني بقول خضراء، بقول غذائية. لما نقول حشائش غذائية فهي ليست حشائش طبية، يعني لا يبقى الناس يسألون عن الكمية وهل ممكن أن يستهلكها لأن لديه مرض كذا أو شيء. هذه الأشياء عاش بها الإنسان وتستهلك بدون تحفظ لأن ليس فيها خطر بالنسبة لجميع الأمراض. هذه الحشائش يعني هذه البقول الخضراء يعني ليس فيها مغذيات، هي فيها بروتين 1.5%، ليس فيها دهون قليلة، وليس فيها كربوهيدرات، ليس فيها سكريات، فيها ألياف غذائية، وفيها مضادات للأكسدة، وفيها الكلوروفايل، وفيها فيتامينات، وفيها يعني أملاح معدنية كلها، وفيها كذلك أنزيمات وبعض المركبات الأخرى التي يعني تساعد على الامتصاص والتي تقوي الجهاز الهضمي، مثل الأشياء التي تكلمنا عنها، هذه الألياف التي تغذي البكتيريا الصديقة. من حيث التركيب الكيماوي فالخبيزة كذلك تمتاز ببعض المركبات، لأن لكل نبات سر أو أسرار، وهذه الخبيزة كذلك لها أسرار. ويعني تلاحظ النساء لما يعني تطبخ هذه الخبيزة تلاحظ أن فيها هلام، فيها خيوط ومادة يعني تلتصق، فيها مادة هلامية، هذه المادة الهلامية هي التي يحتاجها الجهاز الهضمي، المعدة والقولون، فيها مادة هلامية ونسميه اللعاب النباتي. اللعاب النباتي، الخبيزة سرها أن فيها لعاب نباتي، وهي يعني نبتة جيدة للمعدة وللقولون للأمعاء طبعا، وهي يعني تقوي الجهاز الهضمي وتغذي البكتيريا الصديقة، تغذي البروبايوتيك. نبات الخبيزة فيها مكون الأنتوسيان، والأنتوسيان يوجد يعني في بعض الخضر الأخرى، يعني مثل هذه البنجر نسمي في المغرب الباربة، والأنتوسيانات توجد في هذه، وتوجد في بعض الفواكه، والخبيزة فيها الأنتوسيان، وفيها حمض الفينوليك، وفيها الكويرسيتين، هذه يعني مادة الكويرسيتين قوية، وفيها التيربينات، وكذلك ستيرول، فيها مادة ستيرول. لما نقول يعني ستيرول فهو يخفض الكوليسترول في الجسم، لأن النبات ليس فيه كوليسترول، فيه ستيرولات، فيه الفيتوستيرول، والكوليسترول هو في عند الحيوان، وهذه الستيرولات الموجودة في النبات هي التي تشد الكوليسترول وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم. كل هذه المركبات، هذا اللعاب النباتي، هذه المادة الهلامية مع الأنتوسيان، مع الكلوروفايل، مع حمض الفينوليك، مع الكويرسيتين، وفيها مكونات خاصة بها، لأن الاسم العلمي هو المالبا سيلفستريس، مالبا فيها مادة المالفين، فيها مادة المالفين، المالفين والكويرسيتين، هذه مادة خاصة بها، يعني هذه هيليونين، الهيليونين والمالفين والكويرسيتين، هذه مواد يعني قوية في الخبيزة، وهي مضادات للأكسدة، وهي مواد قوية. الكويرسيتين تستعمل لبعض الحالات الحرجة في الإنعاش في المستشفيات، مادة الكويرسيتين. وهذه الخبيزة فيها لائحة طويلة، ولكن هذه اللائحة يعني بعيد، يعني هي من مميزات الخبيزة، وهي تشترك في مع البقول الخضراء الأخرى، مع الحماض ومع القراص مع القرنينة، يعني تشترك معهم في الفيتامينات، مثل الفيتامين A، لأن يعني قوة الخبيزة أن فيها البوليفينولات وفيها الفلافونويدات، وهي المضادات للأكسدة.
لأن المضادات للأكسدة تقريبا ثلاث مجموعات أو أربعة، الكلوروفيل موجودة في الخبيزة، مجموعة كلوروفيل ومضاد للأكسدة، وكذلك البوليفينولات موجودة في الخبيزة، الفلافونويدات موجودة في الخبيزة، التيولات يعني كاين هناك يعني المجموعة الثالثة التيولات، هذه توجد في الثوم وفي البصل وفي بعض المكونات الأخرى، لكن فيها مضادات للأكسدة، وهذه الأنتوسيان كذلك مضاد للأكسدة، والفيتامينات فيتامين A هو يعني البيتا كاروتين هذا، وكذلك الفيتامين C، طبعا كل النبات فيه فيتامين C وفيها الفيتامين B، حمض الفوليك دائما أتكلم عن حمض الفوليك والبيوتين، كذلك البيرودكسين، هذه الفيتامينات والأملاح مثل يعني الحديد والكالسيوم والفوسفور ماغنيزيوم مانغانيز، هذه كلها سيلينيوم، فيها شيء من السيلينيوم وفيها الزنك كذلك، هذه الأملاح طبعا تشترك مع البقول الأخرى وهي غنية بالأملاح، هذه البقول غنية بالأملاح، غنية بالأملاح والفيتامينات، وفيها ألياف غذائية والكلوروفيل، هي الخبيزة تمتاز بالكلوروفيل، والكلوروفيل مادة تدمد المعدة وتدمد القولون، الكلوروفيل مضاد للأكسدة، الكلوروفيل مانع للسرطان، مادة الكلوروفيل يعني هي التي تريح الجهاز الهضمي، يعني هذه المادة الهلامية نسميه اللعاب النباتي، الخبيزة لديها لعاب، عندها لعاب نسميه اللعاب النباتي والأنتوسيان، ثم التيربينات مع الكلوروفيل مع حمض البوليفينول، هذا البوليفينول حمض الفينوليك، ومادة الميلفين والكويرسيتين، طبعا هذه هناك مواد أخرى ثانوية يعني الديلفيدين إلى آخره، لكن مادة المالفين والكويرسيتين هذه يعني مادة مواد قوية في الخبيزة، ليس فيها مغذيات، ولا يسأل الناس يعني هل فيها خطر، ليس فيها خطر، بروتين واحد، هذه كلها هذه البقول ما بين 1.5 إلى 1.7 بروتين، هو لا شيء، وليس فيها دهون، فيها يعني شيء قليل من الدهون، يعني 1 إلى 2.5% دهون زيوتية، ليس فيها يعني دهون، وليس فيها كربوهيدرات، هذه البقول ليس فيها كربوهيدرات، ليس فيها أي خطر، بالعكس مصابين بالسكري النوع الأول والثاني ممكن أن يستهلكوا هذه الأشياء بدون أي مشكل، ويجب أن يستهلكوا هذه الأشياء، لماذا؟ لأن كل المصابين بالأمراض المزمنة، جميع الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان، أمراض المناعية الذاتية، أمراض القلب والشرايين، كل الأمراض المزمنة والسكري كذلك، فهؤلاء يحتاجون البروبايوتيك، يجب أن يكون القولون شغال، يعني هذا يعني فونكشنال، يكون شغال 100%، وإلا سيكون مشكل بالنسبة للذين لديهم أمراض يعني مزمنة، وهذا القولون مع استهلاك هذه النظام الغذائي الحديث في بطاطس مقلية في الزيت، وفي يعني آيس كريم، وفي حلويات، وفي بسكويت، وفي خبز أبيض بالخميرة الصناعية، وفي كثرة لحوم، وفي زيوت مهدرجة وزيوت مكررة، يعني هذه زيوت الطبخ، وفي أشياء كثيرة، يعني لا يمكن أصحاب الأمراض المزمنة لا يمكن أن يكونوا يعني بصحة جيدة، لا يمكن، وهذه الحشائش، هذه البقول هي تظهر لمدة 4 أشهر آخر فصل الخريف، وتمتد إلى بداية فصل الربيع، ولا يستفيد منها الناس، ومع الأسف الشديد هذه الأشياء هي الأشياء طبيعية 100% الآن، لأن الخضار قد تكون مغيرة وراثيا، الفواكه كذلك، حتى هذه الحبوب النشوية والبقوليات، وكذلك حتى البذرات، يعني حبوب الكتان والسمسم وحبة السوداء وحلبة وحبرشات، كذلك يعني أصابهم تغيير وراثي، كذلك مغير وراثي، هذه البذرات كذلك مغيرة وراثية، لأن البلدان العربية تستورد الحبة السوداء والحلبة والحبرشات والسمسم وحبوب الكتان، بذرة الكتان هذه البلدان مستوردة، ولما نستورد طبعا هذه سوق دولية فيها تغيير وراثي، لماذا؟ لأن التغيير الوراثي إنتاج ضخم، يعني هذا فالمردودية في الهكتار مردودية كبيرة، يعني لا يمكن أن لا يكون تغيير وراثي، يعني كل الناس الآن يتكلمون عن القمح، القمح يعني طاله التغيير الوراثي منذ 20 سنة الآن، لماذا في هذا الوقت يتكلمون عن التغيير الوراثي؟ تكلمنا نحن عن التغيير الوراثي في 1990 تكلمنا عن التغيير الوراثي، فهذه الحشائش، هذه البقول هي بقول غذائية، ويجب أن يستفيد منها الناس، وتستهلك بدون تحفظ، وحتى يعني الطهي هي سهلة، سهلة إما تطهى بالبخار، إما تستهلك طازجة، الخبيزة لا تستهلك طازجة، صعب، تطهى بالبخار أو تسلق في الماء أو تطهى يعني مع طبيخ، أو يعني هذه أشياء يعني سهلة، حتى في شوربة على شكل شوربة، يعني هذه ويعني مع الطبيخ مع الخضار الأخرى، فهي خضار ورقية، يعني خضار على شكل أوراق،
هذه الخبيزه والحماض والسلق وهذه الاشياء، هذه يجب ان يكثر الناس منها وان يستهلكوها يوميا. والاطفال والنساء الحوامل والمرضعه وكل شيء، كل الناس يجب ان يستهلكوا هذه البقول لان عاش بها الانسان. هذه الاشياء كانت النساء ترضع الاطفال، لم يكن حليب الصيدليات. والنساء كنا يستهلكن هذه البقول، يعني كان الناس لا يجدون ما ياكلون. وكانت النساء تأكل هذه البقول فقط وترضع الطفل، وكان لديها حليب بكثرة. هذه البقول مع الأسف الشديد لا يستهلكنها الناس. ناس مصابين بالسرطان، ويعني تلهيهم العلاجات الحديثة، وينسون النظام الغذائي، وانا ينسون البقول. ونحن تكلمنا عن السرطان وتكلمنا عن جميع الأمراض، وحتى الناس لا يدخلون إلى القناة. هذه البقول، هناك من يسأل عن الصورة، صورة البقلة، صورة النبات، تجدونه على دكتور فايت بلاتفورم، القناة الثانية دكتور فايت بلاتفورم، لأن كثير من الناس يدخلون قنوات أخرى فيها فيديوهات الدكتور محمد فايت، ويظنون أن هذه القنوات، حين لدينا قناة دكتور فايت شانل، يعني هذا النشر الجديد، يعني من فيديوهات جديدة، وكذلك دكتور فايت بلاتفورم، ما عدا هذه القنوات ليس لدينا علاقة مع أي قناة أخرى، فانتبهوا جيدا. هناك قنوات يعني تنشر فيديوهات الدكتور محمد فايد بالصورة والاسم، ويتكلم فيديو دكتور محمد فايد، ليست قناة الدكتور محمد فايد، فهي تنشر فيديوهات دكتور محمد فايد، تستفيد منهم، تربح مال، ولكن يعني لا علاقة لنا بهذه القنوات. دكتور فايد شانل، دكتور فايد بلاتفورم، لا يعقل أن يكون يعني قناة ثانية دكتور فايد بلاتفورم فيها 100,000 منخرط، وأن القنوات الأخرى التي ليست للدكتور محمد فايد يعني تنشر فيديوهات دكتور فايد، يعني نصف مليون ووحدة فيها مليون ونصف منخرط، ليست للدكتور محمد فايد. هذه القناة التي تنشر فيديوهات بنفس العناوين وعناوين كاذبة لا علاقة لها بالمحتوى، فيها أكثر من نصف مليون منخرط، ولا يعلمون أن هذه القناة ليست للدكتور محمد فايد. تجدون التعريف بالصورة وبالاسم بالأمازيغية وبالفرنسية وبالعربية وبالأنجليزية، يعني على قناة دكتور فايت بلاتفورم. هذه كليب صغير، يعني هذا يعني فيديو من فئة دقيقة فيه نبتة فقط، يعني هذه النبات، يعني وعرفنا كل نبات، السلق والحماض والقراص وكل الأشياء هذه، الخردل البري، كل هذه الأشياء عرفناها. إذا لم يتمكن الناس من التعرف على النبتة أو البقلة فلا يعطوا أسماء أخرى، لأنهم سيضللون المشاهدين. لا تكتب أسماء إذا كنت تشك في النبتة ولا تقدر على التعرف، يعني لا تعرف هذه النبتة، فلا تكتب اسم أن لدينا في بلادنا نسميها كذا، فهي ليست هذه النبتة. لأن كثير من قرأت في التعليق، يعني بعد يعني أكثر من 20 يعني وما يشككون الناس في النبتة، ونحن تكلمنا والصورة والاسم و يعني ما شاء الله، ماذا نعمل؟ والله ماذا نعمل؟ أكثر من هذا لا نقدر. يعني اسم بالثلاث لغات والصورة، يعني وممكن الناس إذا كان الناس لم يروا هذه الأشياء ولا يقدرون على التعرف على النبتة فلا يكتبون أسماء أخرى. لا يكتبون أسماء أخرى، ربما هذه النبتة تكون، يعني ستشككون الناس. إذا لم تقدر على التعرف على النبتة كما عرفناها باسمها وبصورتها فلا تكتب أي اسم، لأن يعني ربما شخص يقرأ التعليق ويشك في الاسم الذي هو يعني تعرف عليه، الاسم الحقيقي. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.